بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا نبتدي في لوقا 10. لو تفتكروا ان في اول لوقا 9 كانت دعوة ال 12 تلميذ او ارسالية ال 12 تلميذ، ودي اللي ذكرها انجيل متى بالتفصيل. بعدها بفترة، يعني بعد نهاية اصحاح 9 المليء بالاحداث زي التجلي وزي حدث السامرة اللي شفناه المرة اللي فاتت، هنبتدي النهاردة ارسالية 70 رسول. يعني المسيح له المجد كان اختار 12 تلميذ، وبعدها بفترة اختار 70 رسول. وهنا معلمنا لوقا بالذات هو اللي ذكر ارسالية 70 رسول، لانه المفسرين اعتبروا ان ال 12 تلميذ اشارة الى دعوة المسيح لليهود. اليهود دايما يمثلوا ب 12 على اعتبار انهم 12 سبط. اما 70 رسول فهي دعوة اكبر واعم، وهتاخد شكل عام، لانه هيقول لهم روحوا كل مدينة وكل موضع. معناها اشارة ان المسيح مش هيكتفي بدعوة اليهود، انما كمان هيدعو الامم اللي هم الوثنيين بلا حدود. برضو دي فيها فكرة الامتداد. يعني شوف ربنا يسوع الاول كان بيخدم لوحده، بعدين 12 تلميذ، وبعدين 70 رسول، وبعدين الرسل لما نقرأ عنهم في اعمال الرسل عملوا شمامسة، وبعدين ابتدوا يرسموا اساقف وكهنة في كل بلد يروحوها، وكأن الدايرة الصغيرة عمالة توسع توسع لغاية ما تحتوي العالم كله. إذن برضو دي سياسة ربنا يسوع المسيح له المجد، ومثل الملكوت اللي كان قاله أنه زي خميرة تتحط في عجين وتفرش كده، تفرش لغاية ما تخمر العجين كله. فالكنيسة ممكن تبتدي صغير، ممكن تبتدي بخادم واحد في بلد، الخادم يبقى ورانه خدام، والخدام يعملوا خدام، وتلاقي الحكاية امتدت بسرعة ومالت الدنيا كلها. كلام حلو. يقول بعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا. مع لقاء الثلاثة بتوع التبعية المرة اللي فاتت نلاحظ أنه ربنا يسوع بيعين وبيختار في ناس ماشي وراه كتير. وكلمة تلميذ زي ما اتفقنا قبل كده لا تعود على ال 12 أو 70، إنما كلمة تلميذ في الوقت ده تعود على كل من يسير وراء المسيح كان اسمه تلميذ. عشان كده تلاحظوا في يوحنا 6 بعد كلامه عن التناول بإلحاح وإصرار يقول رجع تلاميذ كثيرون إلى الوراء، مش من ال 12 ولا من ال 70، إنما من الناس اللي كانت ماشية وراء ربنا يسوع، إنما اسمهم كانوا تلاميذ. ففي ناس كثيرة تمشي وراء ربنا يسوع، إنما المسيح له المجد يختار ويعين. ويمكن ده اللي قاله بولس الرسول، إنه في كلمة التعيين بالذات لها حسابات خاصة عند ربنا. يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، يعني بسابق علمه بيشوف مين يقدر ياخد المسؤولية والمهمة دي. عشان كده القاعدة في الكتاب إن الكهنوت بالذات مش واحد يدخل يرشح نفس، لا، الكهنوت بالذات في نوع من الاختيار الإلهي. قاعدة تقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه، بل المدعو من الله. لازم تيجي دعوة إلهية ممثلة بدعوة الكنيسة أو ترشيح الكنيسة والصلاة ورضا البابا أو الأسقف بتاع المنطقة وهكذا. بعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين. برضو تلاحظوا أن السلطان اللي خدوه ال 12 تلميذ واللي خدوه 70 رسول يؤكد فكرة الكهنوت. عارفين في طوائف لا تعتقد أن في كهنوت خاص، تقول كلنا زي بعض. طب كان ربنا عين 12 ليه وبعديهم عين 70 ليه؟ وليه دول بالذات ادهم سلطان ما ادهوش للباقيين؟ سلطان التعليم وسلطان إخراج الشياطين وسلطان صنع المعجزات. إذن واضح أن ربنا يسوع ده منهجه، أنه يعمل من وراءه وكلاء عنه تلاميذ ورسل وبعديهم أساقفة وكهنة.
اتنين اتنين ليه؟ لما الخدام ينزلوا اتنينات ليها بركات كتير. يقول ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه. اتنين اتنين تحمل واحد من حاجات كتير. يعني ممكن واحد يفكر بطريقة بشرية يقول ليه خسارة، مش كلهم مختارين دول ومدعوين ومعينين، ما يبعثهم واحد واحد يقوم يدخل 70 قرية في مرة واحدة. انما لما يقسمهم اتنينات هيرسي على 35 قرية. فلو الواحد هيفكر في سرعة الكرازة هيقول لا خسارة. انما ربنا يسوع له المجد بيعلمنا مبدأ مهم، ان الاتنين احسن من واحد. اول فكرة هنا ان لو واحد ضعف الاتنين التاني يسنده. وفي آية لسليمان الحكيم تقول ويل لمن ليس له ثاني، لأنه إذا سقط لا يجد من يقيمه. افرض واحد وقع في السكة، عيه، تعثر، ضعف، فطر، فقد حماسه، مش واحد لازم يشده ويقومه روحيا أو نفسيا أو جسديا؟ عشان كده الشركة في الخدمة مهمة أوي، لأن مهما كان الواحد قوي مش في كفاية أنه يخدم لوحده. حاجة تاني، لما ربنا يعمل خير على أيدين الخدام دول يبقى كل واحد عنده فرصة ينسب الكرامة والمجد لزميله. يعني يقول دي بركة أخويا فلان اللي بيخدم معاه، ده هو اللي بيصل، ده هو اللي بيتعب. فتحميهم شوية من الفردية ومن الكبرياء اللي ممكن يقع فيه الخادم لما ربنا يعمل على أيديه معجزات أو يبشر بيه. ممكن الشيطان يدخله من حتة ده انت اللي عملت وانت اللي غيرت وانت اللي جبت، يقول لا وانا ليت ابو زميلي راح فين. حاجة كمان اتنين اتنين، لألا واحد فيهم يبتدي يعلم تعليم خاص من دماغه. فبرضه هما بيشجعوا بعض وبيشاركوا بعض وبيسندوا بعض وبيفكروا بعض. لواحد يقول لزميله المسيح قال لنا كده، ما تنساش الحتة دي يمكن مش صح في الكلام. يبقى هم بيراجعوا على بعض او مع بعض تعاليم المسيح عشان ما يدخلش العنصر البشري ويبقى الواحد بيعلم من دماغه بهواه الخاص ويتعب الناس او يضيعه. فوجود اتنين اتنين معناه مسؤولين عن انتقال التعليم المستقيم اللي سلمه ربنا يسوع. واللي يقرا سفر الاعمال يلاحظ الحكايه دي استمرت. يعني بطرس ويوحنا فضلوا متلازمين فتره طويله قوي، بعد كده نسمع عن بولس وبرناب، بعد شويه نسمع عن بولس وسيله. فضلوا الثنائيات دي موجوده في الكنيسه فترات طويله قوي، بالذات في الرحلات التبشيريه وفي العمل الكرازي. برضه في قيمه اخرى لحكايه اتنين اتنين دي. واحد يقول لا ده المركب اللي ليها راسين تغرق، احسن الواحد يشتغل لوحده. الكلام ده معناه انه الخادم ما عندوش محبة. لو ما عرفش يحب زميله فعلا ويتعاون معاه ويحترم وجوده يبقى بيقدم رسالة نقص. ما تنسوش ان ربنا يسوع حط قاعدة مهمة قوي في الخدمة وقال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي لو كان لكم حب بعضكم نحو بعض. يبقى لو ما عرفناش نحب بعض كخدام يبقى عمرنا ما هيتقال علينا تلاميذ الرب. فدي فرصة ان هم يتمتعوا بالحب بينهم وبين بعض، بالتالي يحترم وجوده ويقدره ويحبه. تبادل الحب ده يدي صورة جميلة للناس، ايوه الناس دي بتحب بعض فعلا وده الكلام اللي هم بيقولوه. فيبقى الكلام اللي بيتقال الناس شايفاه معاش. ازاي بولس بيدي كرامة لبرنابة وبرنابة لبولس وبيحبوا بعض بصدق. حكاية اتنين اتنين دي يمكن تفكرنا بالمزمور اللي بيقول ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا كالطيب النازل على الرأس ينزل على اللحية، لحية هارون إلى أسفل رجليه. يعني إيه؟ كأنه اجتماع الإخوة اللي بيحبوا ربنا. لما يكونوا خدام بيحبوا ربنا ومشغولين بخلاص النفوس، لما يقفوا يصلوا عشان موضوع واحد يقول هناك أكون في وسطهم، ولما يطلعوا يخدموا مع بعض المسيح يبقى ثالثهم، لأن هم يتحلوا بمحبة
تخلي ربنا يسوع له المجد مبسوط، كأنهم بالمحبة دي بيدلقوا طيب على رأسه ينزل على لحيته كده لغاية رجليه. ودي في التسبيحة بتاعت باكر خدتها الكنيسة وقالت الطيب ده إشارة للروح القدس النازل من عند المسيح، واللحية رمز للكهنوت، والأسفل الرجلين يعني الأصغر عضو في الكنيسة، كأن الروح القدس يملأ الكنيسة كلها بالروحانية لما يلاقي الناس بتحب بعض، لما يلاقي الخدام كلهم بروح واحدة بيشتغلوا، كأن الواحد بيطلق طيب على رأس المسيح ينزل على اللحية إلى أسفل الرجلين. عشان كده في التسبيحة نقول يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام الذين ألفهم الروح القدس مثل قيصارة مسبحين الله. يبقى كلهم كده بيطلعوا يعني موسيقى جميلة لربنا بأداء مشترك. أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه. أمام وجهه يعني إيه؟ المسيح هيدخل على كل قرية، إنما دول اللي بيسبقوا، وزي ما قلنا زمان عن يوحنا المعمدان إن كان دوره السابق يتقدم الطريق أمام الرب، يفرش له السكة، هو ده دور الخدام. اوعى حد يفتكر ان هو اللي هيقدر يغير الناس، احنا دورنا نفرش السك. لما نلاقي واحد متكبر نهزه شوية ونقول له احنا شوية تراب بتتكبر على ايه، ولما نلاقي واحد نفسيته تحت قوي نقول له ده ربنا بيحبك وجي الدنيا دي عشانك. احنا بنفرش السكة لغاية ما المسيح يدخل قلب الشخص او حياته. دي نعمة من ربنا محدش فينا يقدر عليه. فنحن نتقدم الطريق امام وجهه، انما هو جاي هو اللي بيدخل. عشان كده في واحد يقول ايه، ما انا اتكلمت مع فلان ياما ما تأثرش. نقول له ماله، ما احنا شغلتنا نتكلم ونفرش السك، بس مش احنا اللي هندخل حياته. المسيح له وقت يدخل حياته، وجه الرب يستعلن امامه في وقت. طول بالك. الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا ان يأتي. برضو كلمة كل مدينة وموضع تبكتنا جدا، لأن احنا هل دخلنا كل مدينة؟ هل رحنا كل مكان في العالم؟ ده احنا على قد بلادنا مش عارفين نبشر. ده المفروض مطالبين من أول يوم في تاريخ الكنيسة أن يروحوا كل حتة في العالم يبشر. وقبل صعود المسيح له المجد قال لهم نفس الكلام، قال لهم اذهبوا وكردوا للعالم أجمع. دي وصية ربنا، احنا مسؤولين عن العالم كله. اللي عرف ربنا عاوز يوصله للدنيا كلها، وربنا يدي نعمة على قد ما الواحد يحاول ربنا يديله. إلى كل مدينة وموضع، معنى كده مش مفترض أبدا أن في موضع أو مدينة الواحد يقول في باله المكان ده ما ينفعش يبقى بتاع ربنا أبدا. لا ينفع، مفيش شخص طول ما هو عايش نقول عليه ده مالوش خلاص، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش مكان أو بلد نقول دول مالهمش حل، لا مفيش. كل مدينة وموضع ممكن يدخلها ربنا ويغير شكلها. فقال لهم إن الحصاد كثير. طبعا اللي هيبص على العالم كله ده يبقى الحصاد كتير أوي. إيه 70 واحد يعمله في ملايين من البشر يا رب؟ والنهاردة بعد 2000 سنة من الكلام ده مليارات من البشر مهما كانوا الخدام والقديسين والمؤمنين يعملوا ايه ده كله يا رب؟ هتفضل قاعدة الحصاد كتير دي الى اخر الظهور. فعلا الحصاد كتير. وفي حديثه بعد السامرية في يوحنا 4 ربنا يسوع قال لهم ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. شوفوا النظرة اللي كلها رجاء بتاعت المسيح. الناس ساعتها كلها كانت شريرة ووثنية، واليهود وحشين والسامريين اوحش، انما ربنا يسوع برجاء كده اللي بيسموه الناس تفاؤل يقول بص ارفعوا عنيكوا كده الناس استوت، الحقول ابيضت للحصاد. ابيضت هنا يعني مش ابيضت بقت بيضة، لا، لما كانوا يبدو الحصاد يعلى شوية يدي لون معين كده، لما الزرع كده يقرب يستوي خالص. قال لهم جه وقت الحصاد،
فاحنا من ساعة بداية العهد الجديد واحنا عندنا القاعدة دي، الحصاد كتير ولكن ارفعوا عيونكم الحقول قد ابيضت للحصاد. يعني الناس جاهزة، الناس على أطفى، لأن الناس تعبانة من البعد عن ربنا، وربنا جه الدنيا دي عشان يقرب من الناس، والرسالة بقت رسالة مشجعة كلها رجاء وكلها خلاص. الحقول قد ابيضت للحصاد. قال لهم الحصاد كتير ولكن الفعل قليلون. يمكن لما بقوا 70 واحد جالهم احساس انه ايه ده احنا بقينا جيش. كانوا في الاول 12، دلوقتي غير ال 12 في 70. فيمكن جالهم احساس ان العدد يفرق. قال لهم ايه بالعكس، ده مفيش تناسب خالص، ده الفعل قليلون، انتوا 70 بس قليلين قوي عن المطلوب. زي ما خدمة مثلا او كنيسة تقول ده احنا عندنا 1000 خادم. ايه 1000 خادم؟ طب ما احنا عندنا عشرات الالوف ومئات من الالوف من الناس البعيدة عن ربنا، ولو خلصناهم ندخل على لسه ما يعرفوش ربنا خالص. ايه المشكلة؟ فالفعل قليلون. اذا لما ربنا ينبههم ان الحصاد كتير يحسسهم بثقة للمسؤولية، وينبههم ان الفعل قليلون معناه ما يتكلوش على عددهم وما يثقوش في امكانياتهم. عشان كده قال لهم ايه؟ فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. طب ما انت يا رب رب الحصاد، انت بتقول لهم اطلبوا مني؟ طب ما انت عارف ما تبعت وخلاص. يقول لا، انا عاوزهم يطلبوا من رب الحصاد، ربنا يسوع له المجد، ان يرسل فعل الى حصاده. الخادم اللي بيحب الخدم ويحب خلاص النفوس، الطلبة دي لا تفارق شفتيه، ابعت يا رب فعله، لانه عنده احساس انه مش كفاية ابدا، لا اللي هو بيعمله ولا اللي حواليه بيعملوه، لان الحصاد كتير. الخادم اللي عنده محبة لربنا ومحبة للناس دايما حاسس بالإحساس اللي قاله ربنا يسوع، الحصاد كتير والفعل قليلين، ابعت يا رب، ابعت فعلة. ابعت فعلة دي فيها اتضاع. ليه؟ معناها ان احنا مش كفاية. انما لو واحد قال ادينا بس القوة وما يهمكش، لا مش انت بس، ابعت يا رب من عندك ناس احسن مننا، ابعت فعلة في كل بلد وفي كل قرية وفي كل زمن وفي كل لغة وفي كل مكان، لأن الحصاد كتير والفعل قليلون. مجرد أن 70 رسول وهم لسه هيبتدوا خدمة يحس أن هم قليلين، ويحس أنه مطالبين كل شوية يقولوا له أرسل يا رب فعل إلى حصادك، معناه إيه اللي قاله بولس في رسالته؟ قال لأن كفايتنا ليست في أنفسنا، لسنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد، ولكن كفايتنا من الله وحده. يعني احنا مش كفاية، مش كفاية. ناس تقول 10 كهنة في ماري مرقص، نقول لهم صدقوني مش كفاية، مش كفاية ابدا، ما تحسدوا ناس، ده احنا عاوزين 100. ليه؟ فعلا الحصاد كتير والفعل قليلون. فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. اذهبوا، ده امر بقى، يعني خلاص هيتحركوا. ها انا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب. يا رب أنت بعتنا نموت، أرسلكم كحملان بين ذئاب، ده معناه كلهم ما يذهبوش. الواحد لو سمع الكلمة دي يقول له لا يبقى مش هنروح، أنت هتبعتنا حملان وسط ذئاب؟ طب إيه معنى حمل يدخل وسط قطيع ذئاب؟ ده العكس، لو حصل ديب دخل وسط قطيع حملان يشتته ويبهدله ويلخبط الدنيا. بل لما يدخل حمل وسط قطيع ذئاب، يا رب ده انت عقدتها قوي، يقول ما يهمكوش انا عارف بعمل ايه، لانه هو الحمل الحقيقي وجاء وسط عالم الذئاب. وبعدين عمل ايه؟ هو اللي غلب، بس غلب بدمه. لما الذئاب نهشته صار خلاصا لكل الناس. قال اللي انا عملته هتعملوه، ويعني لما الديابة تعضكم ولا تنهشكم في الآخر هم نفسهم هيبقوا حملان. وده اللي قاله أغسطينوس كتأمل، قال أرسلنا المسيح حملان وسط ذئاب حتى إذا أكلتنا الذئاب تتحول هي ذاتها إلى حملان.
يعني ايه؟ يعني يبقى الواحد ممكن يظلموه وممكن يدوسوا عليه وممكن يضطهدوه لغاية ما يموتوه، انما اللي بيحصل ده يعود على الكنيسة بالخير، والاف من الديابة يبقوا حملان، يتحول تحول عجيب اوي. او ينطبق اللي قاله اشعيا زمان، انه يجي الزمن اللي يرعى الاسد مع الحمل، يعني يحصل سلام عجيب لدرجة ان الديابة دي ما تبقاش ديابة ولا حاجة، تحب الحملان وتعيش معاها بسلام. إيه ليه المسيح له المجد قال لنا كده ارسلكم مثل حملان بين ذئاب؟ عشان الواحد ما يحاولش ابدا يبقى ديب. صحيح احنا وسط عالم من الديابة، انما اوعى تقلد. هم فيهم مكر، احنا ملناش في المكر. هم فيهم أنانية، احنا بتوع المحبة. هم فيهم كبرياء، ملناش دعوة، احنا بتوع التواضع. هم بيحبوا الدنيا وعاوزين مصالحهم وياخدوا ما يدوش، وماله احنا ندي ما ناخدش، احنا حملان ما حدش يغير طبعه. اللي ينزل الخدمة ما يتعلمش من الناس الوحشة، يقدم للناس صورة المسيح الحلو، ما يقلدش الديابة، ما ينبهرش بقوة الديب. الديب ده بيحركه شيطان، انما الحمل صاحبه ربنا يسوع له كل المجد. ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، يعني ما تخافوش. هتصطدموا مع ناس عاوزة تأذيكم، بس ما تخافوش، ما تخافوش، لان وراكم قوة شايلاكم. وما تتغيروش عن طبعكم الحلو، طبيعة الحمل. انما هنا زي ما قالها في انجيل متى، يقول فكونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. يعني هنا يجي كمان موقع الآية دي، ان بما انك حمل وسط ديابة، خليك بسيط بساطة الحمل والحمام، لكن خليك حكيم عشان ما يضحكش عليك الديب ويسرقك من الملكوت. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية. في توصيات جه شبهها في أول لوقا 9 لو تفتكروا، أبونا بولس كان معاكم ساعتها. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، زي ما أنتوا فاهمين معناها ما تعلوش هم حاجة من احتياجاتكم الأرضية. اللي هينشغل بشغل ربنا، ربنا هيشيل عنه الاحتياجات البشرية كلها. مش ما تنشغلش بالكلام ده، انت وراك رسالة مهمة قوي. انت بتجيب ناس للملكوت، انت بتقدم المسيح المخلص للعالم، ده كلام مهم قوي. هتتفكر زي الناس، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، حاجات دي ما تنشغلش بيها خالص. ده معنى الكلام. الكيس والمزود هو الشنطة او الجراب الجلد ده اللي كانوا يشيلوا فيه الاكل او كم درهم كده يصرفوا منهم في السكة. قال بلاش من الحاجات دي خالص. عشان كده تلاحظوا ان التلاميذ فضلوا ملتزمين حتى حرفيا بالكلام ده. فلما دخل بطرس يوحنا الهيكل وشحات كان بيمد ايديهم ايده ليهم، قالوا له تفرس فينا، ليس لي فضة ولا ذهب، انا معيش الحاجات دي. معنى كده فضلوا ما يشيلوش كيس، عشان هو المسيح علمهم كده. ولما كانوا الناس تجيب تبرعات ما كانوش يحطوها في جيوبهم، انما كانوا يقولوا ايه، يضعونها تحت ارجل الرسل، من كتر يعني التشدد في الوصية دي. كانوا يشعروا ان طول ما هم مش شايلين فلوس الدنيا، طول ما هم مش مشغولين بالامور الارضية، طول ما القوة الروحية معاهم، طول ما في سر بيحركهم. انما لو ابتدوا يعدوا ويفكروا في الفلوس، الحكاية تنزل تاني لمستوى البشر العاديين وتروح القوة. الحمل لو تقل بشوية فلوس الديابة ياكلوه، انما طول ما هو حمل خفيف زي ربنا، مش شايل فلوس الدنيا ومش مشغول بامور الدنيا، هو اللي يغلب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذية. عادة كان الصنادل تتقطع، وبرضو دي تذكرنا بقصة ماري مرقس لما جه مصر اتقطع الصندل بتاعه. النعال دي كانت بتاع جلد بس على قده يعني، وده كان بداية الكراسة. او ده لو كان شايل صندل يعني احتياطي، ما كانش قابل انيانوس وما كانتش الكراسة ابتدت، انما كان مضطر يصلح الصندل عشان
يتقابل مع إنيانوس ويبقى ده أول مسيحي في مصر قبطي يؤمن، ويبقى تاني بطرك في تاريخ الكنيسة القبطية، وتبقى بداية الكرازة في اسكندرية. لا تحملوا أحذية، كمان الأباء يقولوا الكيس والمزود والأحذية كانوا غالبا من جلود الحيوانات، وجلود الحيوانات كانت في العهد القديم مهمة قوي، إنما في العهد الجديد ما بقتش مهمة. ليه؟ في العهد القديم كانت الكفارة دايما مرتبطة بجلود الحيوانات. من أول مرة لما آدم وحواء عملوا العملة، ربنا غطاهم بجلد حيوانات، عمل كفر كفارة، سطر عليهم بلبس حيوانات، فأصبح الجلد دايما إشارة للكفارة القديمة. إنما الكفارة دي كفارة ظاهرية، يعني ستر، إنما مش حقيقي، لأن الخطية ما تشالتش وحكم الموت ما ترفعش، لسه محكوم عليهم بالإعدام، إنما هو مجرد بس يغزوا العري اللي فيهم، يعني يغطوا عليه. عشان كده الكتاب العهد القديم والجديد أشار مرات كتيرة إن ربنا ما عادش بيحب الذبيحة الحيوانية، رفضها تماما، لأن في الذبيحة الحقيقية هي ذبيحة ابنه الوحيد. فجلد الحيوانات بمعناه القديم اللي هو التكفير القديم ده، التكفير بذبيحة حيوانية، أصبح مرفوض. يعني أنتوا ما تشيلوش كفارة الحيوان، ولكن شيلوا المسيح جواكم. لا تشيلوا كيس ولا مزود ولا أحذية، شيلوا المسيح الحي والدول الناس. وتلاحظوا مثلا في أول لقاء ربنا مع موسى في العليقة برضو قال له إيه؟ اخلع نعليك. طب كانت غريبة، يعني هو موسى يعني رب نظيف قوي من جوه ولا من بره يعني عشان جات على النعل؟ لا، دي إشارة الأباء فهموها إنه كفاياك تشبث بالحل البشري الأرضي، ذبيحة الحيوان مش هتنضفك قدامي، اخلع نعليك وتعالى زي ما أنت كده، أنا اللي عملك نبي بدون نعل معمول من جلود الحيوانات. ولا تسلموا على أحد في الطريق. طب يا رب ده أنت كل رسالتك سلام، ما يسلموش على حد. طبعا ما حدش ياخدها بحرفية، عشان مش معنى كده لو حد قابل حد يقول له الكتاب بيقول ما تسلموش على حد، لا، مقصود بيها ببساطة ما تنشغلوش عن المهمة بأي مجاملة. لأنه إيه؟ في عادة القرى، تعال يا عم فلان اشرب شاي، تعال، ان يدخل هنا يشرب شاي وهنا ياكل لقمه مش هيبشر ومش هيخدم. فهنا لا تسلموا على احد في الطريق، انت رايح قريه مهمه معينه ما تنشغلش عنها، تفضل دايما اولوياتك واضحه، العمل الروحي قبل العمل الاجتماعي واهم منه، سيبش العمل الاجتماعي يزحف ويضيع العمل الروحي. وأي بيت دخلتوه فقولوا أولا سلام لهذا البيت. ممكن واحد يدخل بيت أول ما يدخل يلاقي يعني لخبطة، أزايز خمرة على كذبة على حلفان على شتيمة، فبدل ما يقول سلام يقول ويل لك. قال لا، أي بيت تدخله قل أول سلام. سلام يعني إيه؟ مش مجرد كلمة، قدم رسالة السلام، رسالة فيها حب فيها مصالحة. مهما شفت في البيت، ما البيوت هتشوف فيها ياما، انما البيوت التعبانة دي محتاجة الاول تعرف انه ملك السلام داخل عندها. انت تتقدم الطريق امام وجهه، من هو هذا الاتي الا ملك السلام؟ تدخل تقول يا ملك السلام اعطينا سلامك، فرد لنا سلام، قدم سلام. إنما تقديم السلام لكل بيت مختلف، تدخل بيت تعمل مصالحة بين الناس تبقى دخلت بسلام، وتدخل بيت تاني واحد بعيد عن ربنا تشجعه على التوبة تبقى صالحته بربنا تبقى جبت له سلام، وتدخل بيت تالت تلاقيهم قلقانين مش لاقيين ياكلوا ويشربوا تديهم أكل وشرب تبقى قدمت سلام. إنما أنت شغلتك بتقدم سلام أيا كان نوعه أو مدخله. وهنا آية جميلة في أشعياء تقول إيه؟ وكأنه كان بيتفرج على خدام العهد الجديد كده وهم بيلفوا قدام المسيح، يقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يعني السماء بتقول كده،
يا جمال رجلين الناس اللي ماشية تقدم سلام في كل حتة. ثم تنضم للناس اللي رجليها حلوة دي، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. والسلام بكل طرق، فعل الخير سلام، وفعل الرحمة سلام، ومصالحة الناس ببعض سلام، ومصالحة الناس بربنا سلام، ومصالحة الإنسان مع نفسه فيها سلام شغلتك. فأي بيت تدخلوه قولوا سلام. سلام يعني إيه؟ ما تدخلوش بروح الخصام ولا العداء ولا الويل ولا لا ولا اللعنة. فالقصة اللي فاتت كانوا داخلين على السامرة فاترفضوا، فاكرين؟ فقام يعقوب ويوحنا قالوا ننزل نار، قال لهم مش شغلتنا، لا احنا بتوع سلام دلوقتي. قولوا اولا سلام لهذا البيت. تلاحظوا برضو اللي يقرأ رسائل بولس الرسول كان ماشي بالمبدأ ده، اول الرسالة دايما سلام، انما لما تدخل جوه الرسالة تلاقي خبط وتلاقي تبكيت وتلاقي توبيخ شديد، لكن اولا سلام لهذا البيت. ده المبدأ اللي تعلمناه من ربنا. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. يعني إيه لو كان في ابن السلام؟ يعني من يتلقى السلام؟ في شخص يستقبل، تدخل بيت تكلمهم عن ربنا يقولوا لك يا ده احنا مشتاقين نيجي ربنا، كلنا المواعيد واحنا نيجي الكنيسة ونتناول ونعترف. ابن السلام يعني استلم قبل، فعلى طول السلام يدخل بيته. أو في ناس تغلبهم بكلام ربنا وتقول لهم الخصام وحش والشاطر اللي يسامح والمسيح علمنا، وتقول كلام حلو فيستقبلوا منك الكلام ويقوم الشخص يعتذر لأخوه، تبقى عملت سلام، يبقى ده اسمه ابن السلام يعني استلم السلام. فلو كان البيت ده فيه ابن السلام يحل سلامكم عليه، عنده استعداد يقبل يدخل السلام بيته وقلبه. إن كان في واحد مش ابن سلام، تكلمه يمين تكلمه شمال يرفض، ممكن يحصل إيه في اللحظة دي؟ أنت ذاتك تفقد سلامك. ليه؟ عمال تقوله وتحايله يصالح أو يسامح أو يغفر أو يتوب أو يعقل أو أي حاجة فيها سلام، مش راضي مش راضي مش راضي، ممكن الخادم نفسه يفقد سلامه. فهنا المسيح له المجد نبهنا وقال ايه؟ لو ما كانش ابن السلام يحل سلامكم عليه يرجع سلامكم ليكم. يعني ايه؟ يعني وانت خارج لا تفقد سلامك. اذا مرضتش معرفتش تعديه بالسلام اللي فيك، ما يعدكش هو بالخصام اللي فيك. اذا معرفتش تقدم له الحب اللي جواك لربنا وللناس، اوعى تاخد منه الكراهية اللي جواه لربنا وللناس. يرجع سلامكم إليكم. يعني ما توسخش نفسك باللخبطة اللي في البيوت، قدم المسيح واطلع زي ما دخلت نظيف مليان نعمة، ما تفقدش النعمة في أي بيت تدخل. يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم، وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم. معنى كده يبقى الخادم تقيل على الناس؟ لا، مقصود بيها ما تلفوش في مجاملات وضيافات، دول هيروحوا قرى، والناس لما تلاقيهم بيعملوا معجزات ويخرجوا شياطين كل البيوت هتعمل ولايم. قال لهم لا، احذروا من الولايم واللف. البيت اللي تقعدوا فيه اللي هتروحوا فيه اخر اليوم هو اللي تاكلوا فيه اللقمة الموجودة وخلاص. يبقى ده نوع من تقنين المجاملات الزيادة اللي ممكن تعطل الخدمة، وممكن توقعهم في مشاكل ليهم ناس وفي ناس مجاملهم زيادة والحاجات. فالبيت اللي تدخلوه أقيموا فيه. أقيموا فيه هنا يعني التنقل أساس والخدمة مش أساسه حاجة تاني. لأن الفاعل مستحق أجرته، يعني ما تكسفوش لما تاكلوا لقمة عند الناس، ما انتوا كده كده مش شايلين فلوس ولا أكل في زوتكم، فما فيهاش حاجة عند الناس هي اللي تأكلكوا في اليومين اللي قاعدين فيها عندهم. طب ليه رب سمحت بكده؟ ما كان ممكن هم ياخدوا زوادهم. اولا ما كانش عاوزهم يقولوا هم الاكل والشرب. في نفس الوقت الناس بتعبر عن مشاعرها بالتعبير اللي في ايديها. الناس مقدرة ان بطرس ويعقوب ويوحنا ومتى ومرقص يدخلوا بيتهم ويدخلوا السلام معاهم ويعرفوهم طريق الخلاص، وحاجة كبيرة قوي.
أقل رد يقدموا إيه؟ يأكلوا ويشربوا في بيوتهم. عشان كده بولس له بولس بروح النعمة كده اللي فيه قال إن كنا قد قدمنا لكم روحيات أفعظيم إن أخذنا منكم جسديات. جي وقت كده في بلد متعبة زي كورنثوس بقوا يقولوا الظهر بولس واللي معاه بيأكلوا من الخدمة. قال لهم بقى دي مستكترينها علينا ان احنا نصرف على اكلنا وشربنا من الخدمة، بقى نديكم الملكوت وتستكتروا فينا اللقمة اللي بناكلها. فشدهم شدة جامدة. وبعد كده قال لهم وعلى فكرة بقى احنا بنشتغل طول الليل عشان نصرف من تعب ايدينا، انما ثبت المبدأ بتاع الفاعل مستحق اجرته، لان الجسديات لا تقارن بالروحيات. انت هتبص للجسديات اللي بياخدها خادم بيخدم الملكوت، شوف هو اداك ايه وانت هترد عليه بايه. فهنا بيقول الفاعل مستحق اجرته. لا تنتقلوا من بيت الى بيت، بالرغم ان هم دورهم يلفوا البلاد كلها، لكن هنا الانتقال مقصود به المجاملات والعمل الاجتماعي. واية مدينة دخلتموها وقبلوكم كلوا مما يقدم لكم. برضو هنا في بدعتين بيطلعوا في الآية دي. بدعة تقول ايه؟ بدال المسيح قال كلوا مما يقدم لكم، مش هنسأل فطار ولا صيام. طبعا الموضوع ما كانش له علاقة بالموضوع ده، هو كان بيقول ببساطة لو دخلت عند بيوت حتى أممية كان محرم على اليهودي يأكل من أكل نجس، من أكل الأمم. وفاكرين الملاية اللي نزلت على بطرس في حلمه وقال له قوم يا بطرس اذبح وكل، قال له لا، قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت. فهنا قال لهم كلوا مما يقدم لكم، يعني ما تكسروش نفس الناس وتقولوا لا الشريعة بتقول وما بتقولش، خلاص احنا اتحررنا من الحتة دي، كلوا اللي قدامكم. والبدعة الثانية تقول كلوا كل ما يقدم لكم. طبعا لا، مش كل ما يقدم لكم، كلوا مما يقدم لكم. يعني ما تكسرش روح النسك او الزهد او الصوم، لا، كل من اللي بيتقدم لك بالتضاع. انما ده مش معناه تصريح بكسر الصوم او ان الآية دي تفيد ان ما فيش حاجة اسمها صوم، لا طبعا. دي كده لما تفهم في معناها واضح ان دي توجيه للرسل او التلاميذ السبعين، ان لما يدخلوا بيوت حتى لو كانت أممية يأكلوا من الأكل بتاع الأمم عشان يقولوا لهم عهد جديد للمسيح بيقبل فيه الكل. واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. اشفوا المرضى جزء من رسالة السبعين رسول، إنما مش هي دي آخر الرسالة. طبعا على قد شفاء المرضى دي حاجة حلوة أوي، إنما الحكاية مش كده. أهم من شفاء المرضى تقولوا لهم الملكوت قرب. والملكوت قرب دي سبق وأظن شرحناها في الأول إنجيل لوقا، معنى من اتنين، الملكوت قرب يعني المسيح جاي ورانا يدخل بيتكم، لأن الملكوت هو المسيح الملك يدخل حياة الإنسان، أو بالمعنى الحرفي إن القيامة قربت، نهاية الأيام قربت، مجيء المسيح على السحاب قرب. فلما تدخل كل بيت قل له المسيح جنبك مستنيك ترجع له، ملكوت قريب ليك، خسارة تضيعه. وتقول له الأيام كمان مش مضمونة، الحق يعرف ربنا لألا يكون الملكوت قريب قوي. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ايه معنى الكلام ده؟ تصوروا معايا اتنين رسل دخلوا بيت وبشروا والناس كرشوهم، فطلعوا في الشارع قلعوا النعل كده وبقوا ينفضوه وينادوا بصوت عالي ويقولوا الغبار بتاعكم بننفضه لكم. يبدو ان التعبير ده يخوف. ليه؟ لان شوفوا بقية الكلام، حتى التعبير ده هيخلي ناس تتبكت وترجع. فيقول ايه؟ اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله، اقول لكم انه سيكون لسدوم في ذلك اليوم حالا اكثر احتمالا مما لتلك المدينة.
لما ينفض الغبار معناها بيأكدوا المفهوم اللي عندهم، بلدكم دي هتتحرق أوحش من سدوم، وخايفين أي حاجة من بلدكم بما فيه التراب يكون مسك في رجلينا فنتحرق معاكم. فالحركة البسيطة دي بتوري ان هم عندهم ثقة شديدة ان البلد دي هتروح في جهنم، وهم مش عاوزين يتعلق بيهم ادنى غبار من البلد. يقوم الشخص لما يشوف المنظر يخاف. الناس اللي بيخرجوا شياطين وبيشفوا المرض بيرموا حتى التراب اللي في رجليهم، واضح ان هم شايفينها، شايفين النهاية، يقوموا يتبكتوا ويخاف في نفس الوقت. وهم بيعملوا كده ما بطلوش يقولوا ايه، ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني الاخر لحظة قبل ما يسيبوا البلد برضو بيقولوا لهم ايه، الملكوت قريب ما تضيعهوش. يعني الخادم يبقى بيكرشوه على الباب وهو يقول لهم ايه، طب بس خدوا الكتاب ده بس يمكن تقروا، او برضو يمكن نشوفكم في الكنيسة. وهو على الباب مش راضين يدخلوه برضو ايه، يزن كده ويلح، يمكن على اخر لحظة يقبلوا الكلام. ده معناه ان دي مش روح شماتة ولا انتقام، لا ده حب مجروح. الخادم بيحب الناس ومجروح من ان هما بيرفضوا الرسالة، فخايف عليهم اكتر، زي اب وام عمال يتحايل على اولاده لآخر لحظة، يا ابني بلاش السكة دي. فالآخر لحظة بيحاول يقدم له الخلاص حتى وهو مطرود وهو مرفوض، برضو بيقدم الخلاص. دي تؤكد ان خادم العهد الجديد ما عندوش اي نوع من الشماتة او الانتقام، وان حركة نفض الرجلين دي ما هياش حركة غضب وانتقام قد ما هي حركة تحذير وتخويف وانذار، ولا تخلو من رحمة، لانه هو بيعمل كده بيقول اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله. ربنا يسوع بقى يقول لنا حقيقة مهمة، يقول البلد اللي ترفض الكرازة في العهد الجديد سيكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. والقضية دي مهمة النهاردة ليه؟ في ناس لما تقرا الكتاب المقدس قراءه سطحيه تقول اله العهد القديم اكثر قسوه من اله العهد الجديد، او لا مش هو هو. طبعا المسيح قال هو هو، قال انا هو الامس واليوم والى الابد. المسيح قال انا هو اللي كلمت موسى واللي كلمت ابراهيم، فالمسيح هو هو. فالسؤال طب ليه يا رب كنت في العهد القديم ساعات بتبقى جديد قوي، في العهد الجديد مش واضحة نفس الشدة، في سدوم وعمورة، في طوفان، في حاجات كده جديدة وحروب. في العهد الجديد انت مش بتعمل كده، هو انت اتغيرت؟ حاش، ربنا بتغيرش. طب امال ايه، في حاجة يعني مش مفهومة؟ اللي مش مفهوم ايه، ربنا يسوع مع المبتدئين بتوع العهد القديم كان يؤدب ويعاقب تأديب على الأرض يشوفوه عشان يكرهوا الخطيئة، لأن هما في الإيمان مبتدئين جدا. لو ربنا قال لهم في الآخر جهنم يقولوا له يحلها حلال للآخر، إنما لما يشوفوا إن الشذوذ بتاع سدوم وعمورة جاب غضب ربنا فهلكت المدينتين، كل البلاد تكش من الخطيئة دي وتخاف. لما يشوفوا ان ربنا غضب على العالم بسبب الخطايا فنزل طوفان يبتدوا يكشوا عشان ما يغضبوش ربنا. فكانت دينونة الله في العهد القديم اكثر زمنا، يعني اقرب الى عالمنا. في العهد الجديد هو نفسه ربنا اللي بيكره الخطيئة، هو هو ما تغيرش، انما مش بيعاقب على الأرض بنفس الطريقة زي العهد القديم دايما، وإن كان مرات يعمل كده، لكن مأجل الدينونة للآخر. يبقى هو هو الديان العادل اللي بيكره الخطية بدليل الآية دي، أحد الآيات اللي تدل على الفكرة دي، إن ربنا يسوع الطيب قوي الحنين قوي، إلهنا المصلوب من أجل البشر
بيقول كلام مخيف، بيقول سيكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا من البلد اللي ترفض كلام ربنا. معنته إيه؟ إنه هو الديان وبيكره الشر، وفي دينونة شديدة أكثر من سدوم وعمورة لله يرفض دعوة العهد الجديد. يبقى محدش يفتكر إنه عشان الدينونة الأرضية في العهد الجديد قليلة شوية، مواقفها قليلة، إن ربنا اتغير. لا، قد ما ربنا طيب جدا عهد قديم وعهد جديد، قد ما هو بيكره الشر جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد. هو الديان العادل قديم وجديد وإلى الأبد، هو. إنما طريقته في التعامل ممكن تكون اختلفت لظروف البشر، ما عادش في لحظتها بيعمل كده. وإن كان لا يخلو العهد الجديد أيضا من عقوبات أرضية مباشرة برضو عشان يخوف الناس، وأشهرها قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5. دول في نظرنا مجرد ناس حبوا القرش زيادة وكذبوا على بطرس، يموتوا كده على طول في لحظتها؟ يقول فصار خوف في كل نفس. ناس عرفت انه ديان عادل بيكره الشر. هل ده يلغي طبته ومحبته للبشر؟ ما يلغيش. ده صفة إلهية ودي صفة إلهية تانية، والاثنين جوا ربنا. فربنا يسوع هو. والآية دي من الآيات المخيفة، عشان كده في العهد الجديد في آية تقول مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. دي عهد جديد مش عهد قديم. ويقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. ويقول في حتة تاني فيليبي تمموا خلاصكم بخوف ورعد. هل ربنا لأنه جلب على الأرض وشفناه ولمسناه وبقى يعني وسطينا وأقل من الفقراء اللي في وسطينا، هل معنى كده أن الوقوف قصاده حاجة بسيطة؟ بل مخيف هو الوقوع في يد الله. يبقى احنا علينا نحب ربنا وبرضه نخاف ربنا، دي ما تلغيش دي. وإن كان عندهم سدوم وعمورة لجمتهم يغلطوا، احنا عندنا جهنم شايفينها، عندنا ايمان انها تنتظر الاشرار تخوفنا وتخلينا خايفين على خلاص نفوسنا. ويل لك يا كورازين، هاخد ايه كمان، ويل لك يا بيت صيدا. دخل بقى ربنا يسوع في النغمة بتاعت الدينونة. ويل لك يا كورازين. كورازين دي قاية رفضت المسيح، وبيت صيدا برضو البلاد اللي ما كانش المسيح يعني بيدخلها بسبب رفضهم. لأنه لو صنعت في صور وصيد القوات المصنوعة فيكما لتابت قديما جالستين في المسوح والرماد. رجع تاني صور وصيد اللي يقرأ عنهم في أشعية وفي الأنبياء، تعرضوا لهلاك شديد ودمار بسبب غضب ربنا على البلاد دي بسبب الوثنية اللي فيها. فرجع يقول ايه اليومين دول، يومين المسيح له المجد، بيتبشروا بالمسيح بالعهد الجديد وبيرفضوا. قال لهم ده أهاليكوا زمان من كم مئة سنة لو كانوا سمعوا البشارة دول لكانوا تابوا. ده هم ما ارتدعوش ببشارة الأنبياء. دلوقتي المسيح نفسه هو اللي بيتكلم. فبيقول لهم لو صنعت في صور وصيدة القوات المصنوعة في كومة، يعني عمل معجزات كتير في المناطق دي ومرضوش يمشوا ورا المسيح وفضلوا رافضينه، لتابت قديما جالستين في المسوح والرماد. يعني كانوا أهاليكوا زمان لو شافوا اللي انتوا شفتوه كانوا تابوا، إنما انتوا شفتوا كتير قوي وبرضو مش راضيين تتوبوا. ولكن صور وصيدا يكون لهما في الدينونة حال أكثر احتمالا مما لكما. يعني إن كان التاريخ بيقول إن صور وصيدة اتدمرت وتهدمت واتذبحوا الناس اللي فيها بسبب غضب الله على شرهم، صور وصيدة الجداد اللي رافضين المسيح بعد ما شافوا كل المعجزات عقابهم في الدينونة أكبر لأن هم رفضوا المسيح. كل الآيات دي تؤكد إن المسيح هو الديان العادل وبيكره الشر، وهو أمس واليوم وإلى الأبد. هو اللي حكم على صور وصيدة زمان
بسبب الوثنية اللي فيهم هو اللي هيحكم عليهم النهاردة بسبب رفضهم الإيمان بالمسيح. له كل المجد.